يقول السائل: هل هناك شروط لجواز دعاء المخلوق الحاضر؟ كيف؟ فيما يقدر عليه. نعم، شرط أن تدعو. يعني شو يقول؟ هل هناك شروط لجواز دعاء المخلوق الحاضر؟ دعاء المخلوق، إيش دعاء المخلوق؟ إيش معنى دعاء المخلوق؟ لا يدعى إلا الله عز وجل، لكن قصدك النداء تناديه يسمى دعاء. النداء يسمى دعاء، تناديه تقول تعال يا فلان، أقبل يا فلان. نعم.